على أرصفة الشوارع في مدينة السويداء جنوب سوريا وأمام المارة يرصف جمال غبرة القطع النادرة والمقتنيات التراثية التي يجمعها بهدف بيعها، فقد حول هوايته لجمع الأنتيكة التي بدأت منذ وقت مبكر من شبابه إلى مصدر دخل له. وبأعين فضولية يجتمع المارة أمام البسطة التي نظمها جمال ويتفحصون الأنتيكات والمقتنيات التراثية من الأواني النحاسية أو الأدوات المنزلية الخشبية القديمة كالأسرة والصناديق، ويعزو جمال حبه لجمع الأنتيكة كونها تربط الإنسان بماضيه وثقافته وحضارته. حابب وجامع وبحب التحف والشرقيات القديمة، وعندي إلمام فيهم وبحبهم كثير لأنه هالقطعة جزء منها لا يتجزأ من محافظة السويداء. يعني كل قطعة بتعطي تاريخ لبيت معين كان فيه موجود هون. بالنسبة للناس اللي عندها إقبال كثير حلو عليها لهالشغلة لأنه بتحب القطعة القديمة، سبحان الله العراقة بجسمنا وبدمنا، نحن دائما بنحب التحف الحلوة. كل قطعة أثرية تحكي قصة منزل وتحوي على ذكرياته، وفقا لجامع الأنتيكة السوري جمال غبرة الذي أوضح أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان السويداء لا تمنعه من اقتناء هذه التحف الأثرية لما تمثله من تراث للمنطقة. وبالنسبة للناس الوضع شوي تعبان اليوم بالنسبة كمادي، ولا ناس كثير بتوقف عندي هون بتتحصر بتحب تشتري القطعة، يعني في ناس لدرجة انه بتحب تلمها كلها مش بتشيل قطعة وقطعتين، والحمد لله يعني انا بحب هالشغلات لانه بحس فيها بركة، حتى بالنسبة للتجميع بالنسبة للمصروف تبعها بالنسبة للشيل والحط منها بتلاقيها شغلة كثير حلوة فيها هيك. ويعمل جمال غبرة على جمع التحف القديمة من أوان قديمة لإعداد الطعام أو أدوات زينة وألعاب أطفال تراثية وكتب قديمة، إضافة لقطع التزيين القديمة من مختلف أنحاء مدينة السويداء، ثم يبيعها جاعلا منها مصدر رزق له ولعائلته.